السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. أنا والله صراحة يعني ترددت كثير حتى أطلع بالفيديو هذا، ولكن إصرار المحبين عشان أبين الصورة الحقيقية للي صار بخصوص كليب الخدامة. أول شيء أنا صراحة استغربت كمية التقارير الإخبارية للقنوات العالمية يعني اللي حكت في الموضوع، يعني زي اي جي بلس، قناة البي بي سي، قناة القناة الألمانية، في قنوات، قناة المملكة، في كمان كثير قنوات، طبعا كلها على راسي وعيني وبحترمها، وأبدا ما عندي مشكلة يعني إذا كان في إخفاق أو خطأ من عندنا نعترف إذا كان في خطأ، ولكن أنا لازم برضو أبين إيش الموضوع. ما ببرر إنه العمل كان في مشاكل، وكان في مشاكل كثير، وأنا يعني بعتذر، علما أنه إحنا أصلا كقناة منحاكي يعني يعني الأشياء اللي بالمجتمع العربي سواء بالأردن أو بالخليج. أجي لوحدة واحدة، كيف بدأ الموضوع؟ الكليب صار له شهر تقريبا نازل، على الانستغرام كان في ناس بيشتموا وبيسبوا، فاحنا ردينا عليهم طبعا قبل 4 ايام، يعني تركوا الكليب حوالي شهر ما حكوا ما اعترضوا عليه، لكن لما ردينا عليهم عملوا هاشتاج وبداوا يشتمونا، ولا كانه قناه كرميش عمرها 12 سنه، ولا كانه قناه كرميش لها الاف الاعمال، ولا كانه قناه كرميش اللي كانوا يتركوا اولادهم بايدي امينه ويخلوهم يشوفوا القناه، ولا كانه قناه كرميش اللي عملت حفلات في كل الدول وسوت اناشيد للدول. لا، صارت عدوهم الاول هو كرميش، وللاسف اكثرهم المغردين على السوشيال ميديا، واكثرهم اللي مش فاهمين ايش الفكره وايش الموضوع. احنا طبعا بنسلط الضوء كثير على مشاكل عائليه، واحنا عملنا كثير اناشيد ضد العنصريه، يعني عملنا وراح اعرض بعد شوي جزء من هاي الاناشيد بتبين انه احنا اصلا اكثر قناه نعتني بذوي الاحتياجات الخاصه، وبنعتني بالمشاكل اللي بتمس مثلا العنصريه وهي الامور، وخصوصا الخدم. تحملوني بس دقيقه راح اعرض بشكل عاجل هاي الاناشيد. هم مثلنا، وصى عليهم ديننا، بدم ولحم قد خلقنا كلنا. ارحم ضعيفا قد أتى الشمس أطلت هذا اليوم، فأنت بألف سلام. إن كان مكان البيت تغير، بيتك كل الدنيا. حين يحاكي الغيث الأرض فيكتب كالأقلام، حينها ينبت كل السهل تصير الدنيا أحلى أحلى. نحن مسلمون إخوة، نحب بعضنا بعضا.
الجسد بالحمى يصيب الجسد بالحمى طبعا من المعلوم انه قناة كرميش قناة عربية زي ما هي الام بي سي قناة عربية زي ما هي قنوات القناة العربية او قنوات المصرية برضو تعتبر قنوات عربية الكل بيشوفها الام بي سي الكل بيشوفها كرميش الكل بيشوفها ما بصير اقول والله الام بي سي قناة خليجية ولا كرميش قناة شامية لانه هاي بطل في هذا الكلام موجود لانه احنا الان صار في انفتاح يعني ممكن يهمني خبر معين أشوفه بالسعودية بالكويت وكوني أنا ابن السعودية وابن الكويت أنا أصلا مولود بالكويت فلذلك أنا متشرب هاي البيئة وبعرفها صح وعشتها واحترمتها وبحبها وأنا عملت كثير أناشيد عن دول الخليج سواء السعودية عمان الدول الثانية اللي يعني اللي كنا نزورها كنا نعمل عنها أناشيد الإمارات كنا نعمل أناشيد وكنا يعني دائما نعمل احتفالات ونشارك فيها فلذلك اللي بزعلني إنه هم بيعتبروا هذه الأنشودة كونها باللهجة الخليجية عنصرية طبعا أبدا أبدا مش مقصود يكون اللي ببالهم أبدا لأنه القصة إحنا عندنا بالأردن أكثر من 200 ألف حالة حسب علمي يعني لازم أرجع للإحصائيات يمكن أكثر من 200 ألف خادمة هربانة الكليب أول ما بدأ قالت أنا بدي هروب أنا بدي أهرب مش جاي أشتغل أنا بدي أهرب فلذلك إحنا يعني هذا الإشي صار معي أنا شخصيا أنا يعني صار معي أنا شخصيا إنه واسألوا مكاتب الخدم اللي بالأردن بديش أحكي أنا بالخليج اسألوا مكاتب الخدم بالأردن قديش عندهم حجج الخدم ومع هيك إحنا اعتذرنا واعتبرنا هاي غلطة وسقطة من عنا وحذفنا الكليب ولكن لا زال في ناس لسه بتحكي في الموضوع بخصوص أهلنا في الخليج ما بنقدر نتجرأ يعني عيب إنه إحنا نحكي إنه لا سمح الله نقصد إنه دولة معينة اللي فيها خدم حتى بالأردن في عنا خدم ولكن إحنا بنحكي إنه ككرميش بنغني في كل اللهجات يعني غنينا بالمصرية أغنية إيه الحالة دي إذا بتتذكروها كانت تتكلم عن الخادم برضه طبعا انتم مزعجين عن من كلمه خادم الكلمه خادم ما فيها شيء حتى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه خادم وليس شغال فكلمه خادم هاي يعني كلمه عاديه ومهنه شريفه عادي فكلمه الخادم مش يعني مقصوره على اهانه او شيء لا مكاتب اسمها مكاتب الخدم فبالتالي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام فهاي الكلمه اللي منزعجين منها لها اصول يعني احنا ما بنقصد فيها ابدا لا سمح الله اي اهانه ومع هيك اعتذرنا وشلنا الكليب فبالتالي الاناشيد اللي احنا بنعملها دائما بعده لهجات شاميه لهجه بدويه اردنيه لهجه خليجيه بشكل عام يعني لهجه بيضه خلينا نحكي هي لهجه بيضه وليس لهجه كويتيه ولا لهجه سعوديه على فكره هي لهجه احنا مسميها اللهجه البيضه فبالتالي والخدم هيك بيحكوا يعني الخدم بيقولوا يا بفلوس يا هيك طبيعته يعني لهجتهم فاحنا ما قصدنا لهجه معينه فاحنا بنغني بالمصري وبنغني بالخليجي اللهجه البيضاء بين قوسين وبنغني بالبدوي وبنغني بالشامي فبالتالي بنعتذر اذا كان فهمنا غلط ولكن احنا يعني انصدمت انا من كميه الحرب اللي علينا علما انه احنا يعني يا ما غنينا يعني عن الخليج ويا ما عملنا حفلات بالخليج وتشرفنا يعني وكل سنة كنا نروح يعني ولكن وهذا المفهوم من طرف فئة معينة من الناس فأنا بعتذر
يعني، وأنا ما بقصد يعني هذا الشيء. الموضوع اللي بدي كمان أحكي فيه اللي هو أنا نسبة الناس اللي حاربتنا والناس اللي دعت علينا والناس اللي سبت علينا والناس اللي أصلا هم بورجوا أولادهم بفتحوا لهم على قناة كرميش لما يزهقوا، هم نفسهم ليش بسبوا علينا؟ يعني عشان عمل واحد من أصل 3000 عمل؟ يعني هذا هو العمل اللي أنتوا بتقيموا فيه القناة؟ طب وين الأناشيد التعليمية اللي كنا نبثها؟ وين الأعمال الكوميدية اللي كنا نبثها؟ وين أناشيد الدول اللي كنا نعملها؟ كل هذا المحا عشان غلط؟ يعني أنا كل واحد اعترض وزعل مني جاوبته وحكيت معاه بكل رحاب الصدر وحطيته على راسي كمان. في ناس كثير يعني بعثوا لي رسائل على الخاص وجاوبتهم وقلت لهم أنا فعلا معاك حق وإحنا غلطانين وهاي معاك حق فيها، وكنا يعني هاي تعتبر سقطة وإن شاء الله ما بتتكرر، ورح نكون المرة الجاية إن شاء الله عن حسن ظنكم، ورح وما رح نحاول إنه يعني نجيب مواضيع تنفهم منا خطأ أو يكون فيها أي خلل. فيما يخص قصار القامة، قصار القامة يا إخوان اللي طلعوا بالكليب هذول ممثلين معروفين بالأردن، هذول ممثلين وليسوا من ذوي الاحتياج الخاصة، هذول كلهم متزوجين عندهم أولاد عايشين عادي بيشتغلوا بروحوا على دوامهم، فهذول ممثلين بيطلعوا بالتلفزيون الأردني وبيطلعوا بفرقة يعني في عندهم فرقة وبيطلعوا بالتلفزيون وبيمثلوا بمسلسلات بالأردن عندنا هون، فهذول أبدا مش معاقين أبدا. وراح أحاول أخلي يعني واحد منهم يرسل لي يعني فيديو أبعته إن شاء الله على هذا الفيلم. ولكن بدي أختم عشان ما أطول عليكم إنه قناة كرمش أبدا مش عنصرية. شكرا للي نبهونا عن هذا الخطأ، شكرا للي حكوا بأدب علينا وزعلوا منا، وإحنا إن شاء الله منقدر هذا الزعل وبنتمنى إن شاء الله هذا الخطأ ما ينعاد. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.